المتأمل في انسيابات وتعرجات هذه الحروف الجميلة لا يدرك أسرار كتابتها وهندستها الحرفية، فلا يوجد منافس لأنامل الخطاط في تشكيل الحروف وتطويعها وإعطائها الروح لتنطق بالحياة. آمل أحمد، أو كما تسمي نفسها فتاة الحبر والألوان، طالبة في كلية الطب، وجدت من الخط العربي ملاذاً قبل أن يكون هواية، وتألقت بممارسته لتنال العديد من التكريمات والجوائز. بالنسبة لبدايتي في الخط العربي بدأته منذ ما يقارب 3 سنوات، كان ذلك من خلال دخولي ومتابعتي لأساتذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفانيهم في نشر هذا الفن العريق والتراث الذي أنا له أن ينهض من جديد. فلمس هذا الفن شغفي وروحي وبدأت به. في بدايتي لم أكن بذلك القدر من التمكن والإجادة، بل مارسته وتمرنت عليه بشكل مستمر حتى أصل لما وصلت إليه الآن. تبدع أمل في الكتابة بالخط الديواني، فهي تجيده إلى جانب خط الرقعة، إلا أن النسخ أقرب الخطوط لقلبها، رغم أنها ما تزال في طريق احترافه. بالنسبة لأنواع الخطوط، لدينا 5 خطوط أساسية، هم الرقعة والديواني والنسخ والثلث والفارسي، إلا أن أحب الخطوط لقلبي وربما إلى معظم الخطاطين هو خط النسخ والثلث. أمل العاشقة للخط والمفتونة بهذا الفن الممتع، تسعى دائماً لتعليم قواعد الخط لطلابها، محاولة تعليمهم تشكيل الحروف وتطويعها، لتهب أقلامهم الروح والحياة لهذه الحروف، فيشعر من رآها أن لها صوتاً وصورة. ومن الفرص التي أتتني لصقل مهارتي في الخط العربي هي تدريسه لمحبيه في مدينة تعز. من المعروف أن الإنسان إذا نشر أو علم علمه الذي تعلمه من سابق توسعت مداركه وزاد إبداعه. أمل التي تشارف إنهاء دراستها في كلية الطب تحاول جاهدة الموافقة بين دراستها وشغفها في مجال الخط. بالنسبة لموافقتي بين الخط العربي والدراسة الجامعية، إذنه لا شك بأن الاهتمام بجانب قد يؤثر سلباً على الجانب الآخر، إذ أنني أحاول قدر الإمكان ألا أحرم روحي من الخط العربي، وبنفس الوقت أحاول ألا أهمل دراستي الجامعية. وهبت أمل الكثير من وقتها للخط العربي لتنال العديد من الشهائد والإجازات من رواد الخط العربي محلياً وخارجياً، وأهمها شهادة من عميد الخطاطين في المملكة العربية السعودية ناصر الميمون. تقديم هذه اللوحة الجميلة المخطوطة بالخط الديواني الجميل والتي قامت بكتابتها الخطاطة الموهوبة أمل بنت أحمد من مدينة تعز، وبذلك سرني تقديم شهادة الإجازة المستحقة للخطاطة المذكورة. هي حين حصولي على شهادة الإجازة من الأستاذ ناصر الميمون سعدت كثيرا في ذلك اليوم، وهذا الشيء أعطاني الدفعة للأمام وانطلاقة جديدة في نشر هذا الخط. ويبقى الخط العربي فنا للمتعة والجمال، ووسيلة للتعبير عن مكنونات وخلجات النفس البشرية وما يحلق في سماوات الخيال. لبرنامج صباحكم أجمل، هند المجاهد.